يلا بدك شي يا ابن مر بدي روح بكير لسه ابو فهد عودسها ولا بدي روح اطمن على الخان عمل يجي اقول هيك بالحال طيب لك ارجع لهون والله انا مو جاي لهون ارجع ونسهر سوا لك انا عمي لك انا بدي اخطب بين كم يوم منين بدي اجيهم برجع لك ابن مر الله معه ابو فهد شو بتكون الرويدة عم تساوي هلا يا ترى بتكون ناميت ولا لساتها سهرانه وين عفاف؟ أكيد راح تتنام ببيت أهلها بغياب جوزها الله يسامحك يا عفاف ضيعتي أحلى ليلة بعمرنا شو ها؟ شو فيه هالصندوق يا ترى؟ شو فيه هون كمان؟ بريحتك يا عفا وابشرار شايفك ما طولت ما لهوني لك شلون ما لهوني مو على اساسيه بعثت لك خبر مش عم تجي لعندها لك ايه بلا بس يمكن اهلها خدوها على البيت لانه جوزها مانه هوني مسيك خلي هدول معك لفوت على المضافه شو في هذا الصندوق دير بالك عليه منيح فيه ذهب ذهب يسعد الله سيف جدي عياش أنا أولى فيه ولا شوف يا عقيد العقدة كيف رح خلي كل أهل الحارة يعيروك إنك ما قدرت تحافظ على سيف عياش هذا السيف بده رجاله لا ما عرفتهم عقداء آل عياش سيف عياش شو؟ سيف عياش؟ اي والله هيك مكتوب معناته الحرمية هنا اللي ضربوا بيت أبدها لك يا باطل على هالمصيبة لك شو بدي له بس لما يرجع؟ بدي له اني ما قدرت احمي الحارة بغيابك لا والعنكة من هيك انه الغمد راح اخذوه امشي شاهر امشي امشي خلينا نروح نشوف بيت العقيد امشي 35 رسمليه اذا لنا 15 رسمليه لإلك ليش 15 ولك شباك 15 رسمليه لإلك و15 لإلي واربعه مصروف رسمليه لدحام رسمليه واحده بس لدحام شباك حبيبي شغله لكن لا باولتها ولا باخرتها قديش بدك يعني لكن اعطوني هذا السيف لي لك هذا مو سيف هذا غمد يعني ما في بقلبه سيف شو عليه منبيعه بسوق النحاسين شو حبيبي شو قلت بدك تبيعه بسوق النحاسين هات هات من ايدك هذا غمد سيف عياش وبكره بنجيب السيف وبنرجعه لبيته ايه امري لا الله ابو شرار هدول شو مشانهم ما تعسبناهم يعني هدول ما حدا له دخل فيهم وليش بقى؟
هدول من حق الحرمة، وبكره بس اتجوزها بدي رجع لها اياهم. ايوه لكان عمي لكان، الحق حق وما بينزعل منه. طب بدي اسألك، انت ليش خلعت الباب بالقارس؟ ما فتحته بالمفتاح؟ بدك تعرف ليش؟ لك يا بني آدم، هذا المفتاح احتياط، يعني لما يكون الجو مناسب نخلع خلع، ولما يكون الجو مكركب نفتح بالمفتاح. طيب ليش؟ لأنه إذا إجوا لقوا الباب مفتوح بالمفتاح رح يغيروا الغال، وهيك بصير المفتاح مثل قلته. فهمت؟ ايوه. لك هي ما بتخطر ببال ابليس هي؟ لا عم. لك انا عمي شغله بدها معلميه، مو كيف ما كان. صحة. صحتك عقيل. ولا على قامتي مخلوع خلع هاد. خليكي هون انتي بيا. وقفي. شو يا نصري؟ اهلين عقيد. تفضل عقيد. صحتين صحتين. مرحبا خالد. اهلين عقيد. لك هذا مو سيف عياش؟ هو بذاته. شو جابوا لهون؟ وين عمكن يا بي؟ جوا يا بي. عفاف عفاف. شو بكي عفاف؟ ليش عم تبكي؟ مسروق شي غير السيف؟ ليش كمان سارقين السيف؟ ايه بس شاهر خلصهم اياه. تفقدتي البيت منيح؟ مسروق شي تاني؟ سارقين لي صندوق صيغتي ابن عمي. العامة صندوقي؟ لا الحمد لله، يمكن ما لهم شايفين. أخذين الصيغة كلها؟ لا تبكي لا تبكي، فداك يا عفاف، إن شاء الله منعوضها يا رب. المهم رجع سيف عياش بس بدون غمد. أنا مالي عم أبكي مشان الصيغة. لكن مشان شو عم تبكي؟ أخذي لي وعي الداخلي يا ابن عمي. شو؟ أهلين يا أبي وضاح. الله يديمك يا أبي. هات لشوف طمني شو في ما في بالحارة. والله في أخبار ما بتسر يا أبي. خير خير إن شاء الله. شو في؟ الحرمية سرقوا بيت العقيد مبارك الليل. شو؟ العقيد أبو أدهى؟ إيه والله يا أبي. وشو سارقين له؟ كانوا سارقين له سيف عياش. سيف عياش؟ ايه يا بي، صادفهم شاهر بالحارة وهن هربانين، لحقهم وخلصهم يا، بس الغمض ضل معهم هن. وشو صار إله كمان؟ والله ما بعرف. قوم يا بي قوم. يوه لوين رايحين؟ ما بدكم تاكلوا لكم لقمة؟ بدنا نروح نطمن شو رايح له الرجال، يلا يا بي، يلا. يعني الحرامي بياخذ مصاري، بياخذ ذهب، بياخذ شغلات لها قيمة تنباع وتنشرها. أواعي داخلية شو بده يسوي فيها؟ والله ما بعرف شو بدي أحكي. ابن عمي هلا شاهر فات لهون بعد ما طلعوا الحرميه. اه شو قصدك عفاف؟ والله ما بعرف، بس الشيطان ملعون ابن عمي. ايوه يعني قصدك شاهر بعد ما راح الحرامي اجى على البيت وفات على الاوضه. انا ما بدي اظلمه ابن عمي، بس كل شيء بيصير. تركيني لحالي عفاف. ابن عمي انا قلت لك تركيني لحالي. حاضر. والله إذا بتبين لي إنك أنت عاملة يا شاهر لأشرب من دمك. والله عال لسه ما خلصنا من الخسيس تحسين طلع لنا شاهر. لك شو بدي أقول للناس؟ لواعد داخلية تبع حرمتي انسرقوا. شاهر؟ لا لا لا، شاهر ما بيعمل ابنه بلوك. لك عمين بده يعملها؟ الحرامي. اهلين مختار، تفضلوا. يا ميت اهلا وسهلا. يلا يلا خذوا طريق. يلا يلا يلا, يلا, يلا. شرفك يا سيدي. العوض بسلامتك وسلامه عيالك، المهم انه السيف رجع. الله يسلمك، تتعوض مختار تتعوض.
بلغت الكراكون؟ كراكون شو مختار؟ إذا من المغرب عساكر الكراكون عم يسكروا على حالهم ويتربسوا، والله ليجي يوم يفوتوا الحرامية ويسرقوا البواريد والشاطر يفتح تمه بكلمة. الله يستر الله يستر. اي والله يا مختار، شرفوا عملوا لنا قهوة. ولك يا دب، شلون ما بتقلي انه حريم الحارة راحوا مع رجالهم على ضيعة هذا ابو جلدي؟ الله وكيلك، ما كنت بعرف انه الحريم رايحين مع رجال. ولك انا عم بعطيك ذهب احمر، ذهب احمر مشان تجيب لي الاخبار المضبوطة، تيجي بتقلي ما بعرف؟ خلص روقت حسين، ان شاء الله روقت، ما عاد جيب لك الاخبار الا كاملة مكملة، وعد. لا سيدي ما حذرت، من اليوم ورايح ما بتشوف مني برغوت لحتى يتأكد انه الاخبار اللي عم يجيب لي اياها مضبوطة. استبينا؟ استبينا. بس يعني انا اللي حرق لي قلبي انه انت شو بدك باخبار الحريم؟ عرفان انت ما دخلك. مزبوط، انا ما دخلني. يلا اضوي.